في حديث العرب من مصر، الإعلام والمواطن في عصر ثورة التكنولوجيا. عند الحديث عن قضية الوعي يقفز دائماً الكلام عن دور الإعلام، وعند تناول أي مشكلة اجتماعية تمس المواطن وتمس حياته يتساءل الناس أين الإعلام؟ مع الرائد الإعلامي الكبير حسن حامد. ما أهم مراكز القوة في الإعلام المصري في رأيك؟ مراكز القوة هي طبعاً الجوانب الثقافية، هي الجوهرة التاج. لو سألت حضرتك دلوقتي سؤال عن إعلامنا، مواقع التواصل الاجتماعي وما شبهها، تأثيرها إيه على الإعلام الحالي؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي تتولى الآن مركز الصدارة. عن الإعلام وأحواله، عن مسؤوليته ودوره الكبير، عن المستقبل في ظل تغير ذوق المتلقي وتنوع احتياجاته، عن التحدي الكبير لتكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.